ليش؟ ليش ما افتح الباب؟ شو صاير لكم؟ لا تفتح الباب. وشو صاير لكم؟ بابا لا تفتح الباب ابدا، لا تفتحه. شو في؟ ليش ليش ما افتح الباب؟ بابا اذا انت فتحت على هاي الحديده وكسرت بتموت. شو في؟ بابا مشان الله مشان الله نحكي لك كل شيء بس لا تفتح. خلص ما راح افتح، بس احكولي لشوف شو في جوا، ليش دام موت؟ راح احكي لك كل شيء. هذا الخدام اللي عم يشتغل عنا روح من وشي ونهار لك. انت هون خادم عم تفهم ولا لا؟ لسه رايح وجاي طالب مصاري، انا جايبك لهون تخدم الاولاد فقط. روح يلا، بس صار ماي بعطيك. ما راح اكل حقك، راح اعطيك اياه اخر ليره، بتفهمنا لا؟ بس لا يجيني مصاري. ماشي انا بفرجيك. لا بشك هاي بالكهرباء وبيجي وبيفتح الباب وبيتكهرب. انا بفرجيك يا معلم. واي بيكهرب بابا، لازم اخبره. صبحا انا شفت الخدام عم بحط كهرباء هون وبحطها مسكة الباب. لازم نخبر بابا اول ما يجي نخبره. شوف اجا ابوك من الشغل ولا لسه؟ لا لسه ما اجا؟ لا ليكون حدا منكم فتح الباب. ها؟ لا ما حدا فتح الباب. ايوه ايه ماشي، يلا روح لجوا، خليني انا اروح افوت انظف جوا. منيح خليني اخلص تنظيف هلا هون ولا؟ احكي لي لشوف لك حيوان، شو عامل بالباب؟ شو حاطط هون؟ ما حاطط شيء، باب عادي، غرفتك هي شو عامل؟ شو بدي اعمل فيه؟ افتحه لك انا، افتحه لشوف. غرفتك انا ما بحاشاك، ما بفتح غرفتك. لك افتحهم مشان ما طالع عيونك، افتح الباب. ماشي افتحه لشوف. يلا يلا شو عم تسوي؟ مشان الله ابوس ايدك سامح، ابوس ايدك يا معلم سامح. انا حطيت لك هون كهرباء مشان اذا فتحته تتكهرب وتموت. انت قتلتني؟ طب ما سألتني ليش؟ سألني ليش؟ لك شو ما كان السبب؟ ليش بعدين؟ ليش تقتلني؟ معلم انت ظلمتني كتير، هاي الفترة كلها عم بشتغل عندك بتضل بتعذبني وبتضربني وبتهيني لأني عم بشتغل عندك، أنا اشتغلت عندك لأني مجبور لحتى طامي ولادي، بس ما اشتغلت عندك أنا لحتى تزلني وتهيني، أوكي؟ تحملت كل هالإهانة والذل، بس وصلت معك إنك تجمع لي راتبي ما تعطيني يوم غير كل 3 أشهر مرة. أنا كمان حقي، أنا كتير انزعجت منك على الإهانة اللي عم تعملها فيني قدام الناس وقدام رفقاتك وقدام الطالع والنازل، صار لي 3 سنين عندك وأنت نازل فيني إهانة. أنا اشتغلت عندك لحتى أعيش أولادي، مو لحتى تهيني. لهيك هذا كان انتقامي إلك، وأنت ما كنت بتموت منه. أنا كان بس بدي إياك تتكهرب وتدوخ. مو أكتر، لأن أنا ما بقتل حدا. تجي لتكهربني لتاخذ حقك؟ معلم لو أنت مكان بتعمل أبشع من هيك، ومين مكان مكاني رح يعمل أبشع من هيك وأكتر من هيك. أقول لي شوفوا لك، أنا هلا رح أعطيك مسرادك ووشك ما بدي شوفه هون بدون، بتفهم لا؟ أنا هالفترة كنت عم بعدي بأسمة مالية لهيك قصرت معك. قليل مروبة ما في ناخذ عندك، روح هلا اجيب لك مسرادك وبتروح بتورجيه وشك. ماشي امرك معلم.